هذه كرة انطلاقة لفريق نابولي، مراوغة والتسديد 1-0 1-0 يا بولمبي، كرة لفريق نابولي في شباك غير نابا، ينطلق نابولي، ينتفض لاتساري، هذه البداية يا رينو، بولكير مع كرة خطير فريق غرناطة، رصاية وشبكة في الشبكة، غرناطة يسجل، هذا الشيء اللي كان يخاف منه فريق نابولي، جات رصاية مولينا، مولينا يضع كرة في الزاوية البعيدة على ليكس ميريت، ثانية فابيان، فابيان يسجل، ثاني أهداف فريق نابولي، يسجل فابيان رويس ونابولي يتقدم 2-0 المنافق يمرر، فابيان يسجل، نابولي يعود للتقدم. هذه الكرة قد تكون كرة صعوبة بالغة، خطيرة 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 خطيرة، الله تقليص الفارق هنا على مستوى مجمل المباراتين من جانب ريد بول سالزبورغ، الفريق الذي فعل ذلك، نعم فعل المكان، محاولة لمصلحة فياريال، الله هدف في الكرة الماضية على ذلك جيرارد من هذا المكان لفياريال، الله جول لمصلحة فياريال، التأكيد على الوصول والعبور إلى الدور القادم من ساكا 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 والتمريرة، يا سلام يا سلام، الهدف هو من ساكا يا أوباميانغ، نعم ساكا يا ساكا يا ساكا، أي تمريرة كانت وأي لمحة، يونايتد لم يستقبل فيها الفريق هنا، التسديدة الله خطيرة، جول 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 جول، هفوة ويا لها من هفوة، خطا يكلف غالي، الكرة منقولة، محاولة قائمة هنا، مرور، فرصة فرصة جول جول، الله يا تيرني، تدشين العودة للجنارز، نعم هنا ياتي بتسديدة، يس ساكا عند الكرة يريد أن يتقدم، ساكا والعرضية عالية، جول جول جول، أنا أرسنال وهذا كبريائي، أنا الجنارز وهذا كبريائي، نعم كبريائي، نعم هنا يسجل أوباميانغ، فرانك 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 يسجل، نعم يسجل ويتقدم من علامة الجزاء ويعطي الميلان أول أهداف في اللقاء عن طريق هذا الرجل فرانكيسي، اللاعب الذي يسجل أول أهدافه في منافسات، من محاولة في أكثر من بطولة، كرة بمحاولة التعديل يأتي، نعم يسجل يسجل، هو إلفاردو، هو إلفاردو يسجل، يضع الكرة في مرمى دوناروما ويعادل النتيجة الآن 1-1. لكن القائم الأيسر يتصدى، هو من بدأ وسجل في البرتغال، وهو من يضع ذئاب العاصمة هنا في روما، روما يتقدم، ومن غيره إيدين جيكو يسجل هدف المباراة، اليمين عرضية مثالية، الله على الثاني يا روما، الله على الثاني من بيريز، يأتي الهدف الثاني للذئاب بكرة، ويا لها من كرة، وكأنهم في حصة من حصص التدريب، هدف أو انطلاقة وتقدم الآن، وكرة عرضية وهدف يسجل، الهدف المتأخر يأتي لسبورتينغ براغا، على الأقل يسجلون عند الدقيقة 87 بهدف طبعا عكسي من كريستانتي القائد، الذي من خلال اللقاء تمريرة بالثلاثة، بالثلاثة يعبر الذئاب، بالثلاثة يعبر الذئاب للدور القادم في الأولمبيكو، ثلاثية نظيفة، ثلاثية مقابل هدف لروما تضمن له، وقبل ذلك كان أظن محاولة الآن للتحرك في الجانب الأيسر، عرضية ممتاز،
قلنا قلنا مركب صعب، بروفون مركب صعب، سلافيا براغ مركب صعب، ليست بنزهة، روجرز ليست هي النزهة. هدف يأتي أخيرا لسلافيا براغ بعد صيام عن التسديد. سيما 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 سيما، قلت لك احذر سيما، قلت لك خلي بالك من سيما. لا 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 لا، 19 عام يضع اسمه بالبنط العريض أمام كل الأندية في الدوريات الأوروبية.